ثم أما بعد، فمع قول الله جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولهم ينصرون. هذه الآية التي تذكرنا بآيتين سابقتين من تفضيل بني إسرائيل ومن تذكير الله عباده من بني إسرائيل خاصة نعمته عليهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقد سبق البيان أن هذا التفضيل إنما يتعلق بتفضيل دنيوي لا أخروي، وأنه كان مرحليا ولم يكن أبديا، لأن الله جل وعلا كما هو بين في السياق يذكر، والتذكر يتعلق بأمر سلف داز: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقال المفسرون أن صيغة هذا التفضيل أو وجه التفضيل أنه جعل النبوة والرسالة في نسلهم دهرا زمان، وهم النبوة والرسالة غي فيهم وفي ولدهم ولد ولدهم، لا تخرج من بني إسرائيل. هذا واحد. الأمر الثاني أنه خصهم بأن جعل أنبياءهم أو بعض أنبيائهم ملوكا، فجامع لهم بين النبوة والملك كما هو شأن سليمان وداود وغيرهما. هذا الأمر الذي جعله الله فتنة لبني إسرائيل وابتلاء لبني إسرائيل، وهو في الآن نفسه نعمة لو شكرت حق الشكر ونقمة لو كفرت. ومع الأسف فعلا كفر بنو إسرائيل نعمة ربهم، فجحدوا ونسبوا كما رأينا قبل في المساقات من الآيات، نسبوا السحر لسليمان عليه السلام حاشاه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وقد ذكرنا البيان في هذا على قدر المستطاع. فإذا من بعد هذه السياقات التي كانت تتحدث حول جدال بني إسرائيل فيما نازعوا فيه محمدا بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ختم هذا السياق بهذه الآية الجامعة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وإنما جحود بني إسرائيل أن الله جل وعلا أرسل رسولا من غير جنسهم ومن غير نسلهم، وهو من العربي ولم يكن من بني إسرائيل، أي من نسل إبراهيم عن طريق ابنه إسماعيل لا عن طريق ابنه إسحاق، مما يدل على أن الجنس الإسرائيلي فعلا ترسخت فيه عنصرية، وأنه تحول الدين عنده من أن يكون لله إلى أن يكون لبني إسرائيل خاصة، فأنتجوا شيئا يمكن أن نسميه بالقومية الدينية، وهذا من البدع التي ابتدعها بنو إسرائيل. وقد رأينا أن الدين إنما هو لله جل وعلا، يدخله من شاء ممن هداه الله سبحانه وتعالى، فلما قصروا الدين على أنفسهم غيروا وبدلوا على ما يناسب أنفسهم وأهواءهم. فلما دخلت إذن العنصرية صار الأمر معكوسا عند بني إسرائيل، بدل أن يكون العباد خادمين للدين صار الدين خادما للعباد، أي بدل أن يكونهم عبادا لله مخلصين يخدمون دعوة الله ويخدمون عبادة الله في الأرض، سخروا الدين لصالحهم ولخدمتهم، وصاروا يتألون ويفتئتون على الله، يعني كيف يفهموا على رب العالمين هما سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرة، بأن يرسل رسولا منهم لا من غيرهم. وهذا هو السر الأساس في أنهم كفروا بمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وهم يعلمون علم اليقين بأن هذا الذي ينطق به سيدنا محمد إن هو إلا وحي يوحى، ولكنهم رفضوا، ما أرادوا أن يكون هناك نبي من غير جنسهم، ما أرادوا أن يعترفوا بهذا. ومن أوائل البقرة كما تبين في هذه المجالس المباركة، والله سبحانه وتعالى يتحدث عن تفاصيل وأقسام البشرية بدءا بالصدر الأول من الصورة، حينما قسم الناس إلا الأقسام الثلاثة: قسم المتقين المؤمنين، وقسم الكافرين، وقسم المنافقين، ثم تحدث عن التفرع الذي وقع في البشرية والاختلاف في أمر الدين
وطغيان بني إسرائيل على البشرية بما احتكروا لأنفسهم من الحقيقة الدينية، والخصام الذي دار بين المسلمين من جهة واليهود من جهة، وبين المسلمين من جهة والنصارى أيضا من جهة، والخصام الذي دار بين النصارى واليهود فيما بينهم من القصة التي ذكرناها حينما حضر نصارى نجران مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنكرت اليهود عليهم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، ثم هم جميعا كفروا بمحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. اليهودية تؤمن بموسى فقط، وإيمانهم بموسى على ذوقهم لا على حقيقة موسى، يؤمنون بموسى على ذوقهم لا على حقيقة موسى عليه السلام. النصارى يؤمنون بموسى وعيسى لكن على ذوقهم طبعا كما صوروهم عيسى. والنصارى واليهود بعضهم يلعن بعضا وبعضهم يكفر بعضا، ثم هم جميعا يكفرون المسلمين ولا يعترفون جميعا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وتبقى هذه الأمة وحدها تتميز بأن آمنت بموسى الذي آمن به بنو إسرائيل من اليهود، وآمنت بعيسى الذي آمن به النصارى، وآمنت بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام النبي الجامع الخاتم الخاتم لا نفرق بين أحد منهم، ونحن له مسلمون. الدين الوحيد في الأرض الذي يعترف بكل الأنبياء وبكل الكتب الإسلام، حقيقة يعني قوية جدا. ولهذا بعد ختم هذا الجدل، جدل الذي دار بين اليهود واليهود وبين النصارى واليهود وبين النصارى والنصارى وبينهم جميعا وبين المسلمين، جاء نوع من التقرير عجيب حري بالمؤمن أن ينظر فيه نظر المتدبر المعتبر، وحري بكل إنسان من اليهود أو النصارى أو غيرهم أن يقرأه بتبتل متمعنا، إن لو كان يطلب الحق حقيقة. وذلك قول الله الآتي بعد في السياق من هذه الآيات: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. العود إذن إلى الإبراهيمية التي هي الدين الأصلي من البشرية جميعا، فهو نوع من الاحتكام إلى الأصل الذي لا خلاف فيه، كأنه خطاب: إذا كنتم تختلفون في محمد عليه الصلاة والسلام، أو تختلفون في عيسى عليه الصلاة والسلام، أو تختلفون في موسى عليه الصلاة والسلام، فالنبي المجمع عليه هو إبراهيم. لنجعله إذن مقياسا لحوارنا، لنجعل إبراهيم مقياسا لحوارنا، ولنرى من منا أقرب إليه في عقيدته وفي سلوكه وفي دينه. هذا المعنى عجيب حقيقة، لو خوطب به اليهود والنصارى الصادقون منهم. لنرجع إذن إلى الأصل، أساس المقياس إبراهيم عليه السلام، وقطعا كما سيتبين بدليله وبالآيات وبالتاريخ أيضا، أن الدين الأوفق لدين إبراهيم إنما هو الإسلام، وأن أشبه الخلق بإبراهيم إنما هو محمد عليه الصلاة والسلام، وقد شابهه في خلقه إلى درجة تكاد تبلغ درجة التطابق، كما شابهه في خلقه، وهذا سر عجيب، كما شابهه في خلقه عليهما وعلى آلهما أفضل الصلاة والتسليم. يعني سيدنا محمد يحدث على نفسه عليه الصلاة والسلام بأنه أشبه في الهيئة في الشكل دياله في وجهه وجبهته وعرض منكبيه عليه الصلاة والسلام، الهيئة الجسد دياله عليه الصلاة والسلام أشبه بجده إبراهيم. يعني اللي يشوف سيدنا محمد يشوف سيدنا إبراهيم بحال الخوت أو بحال التوام، أو كالأبي مع الولد إذا أخذ خصائصه الوراثية، مع أن بينهما قرونا ما شاء الله، يعني جيل بني إسرائيل ودين اليهودية جميعا ودين النصرانية جميعا، ويأتي حفيد في مؤخرة النسل لكنه في أول القمة عند الله جل وعلا، يكون أشبه لحكمة ربانية، يكون أشبه ما يكون خلقا يعني في الهيئة بجده إبراهيم، وخلقا أيضا.
قمة الخلق الذي كان عليه إبراهيم، قمة الخلق أن الله جل وعلا اتخذه خليلا. ودرجة الخلة ما ذكرت في كتاب الله لشخص سوى إبراهيم عليه السلام. ثم حدثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث الصحيح المليح أن الله اتخذه خليلا، أي سيدنا محمد، كما اتخذ إبراهيم خليلا. فشابه جده إبراهيم أيضا في الخلق، أي في رتبة العبودية لله جل وعلا. قطعا سيفضل جده بميزة ستأتي، لكن لنبقى مع ترتيب الكلام. إذن سيدنا إبراهيم أصل عظيم، أصل جامع، فاليهود يعترفون بإبراهيم ولا يعترفون بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. النصارى يعترفون بإبراهيم ولا يعترفون بمحمد عليه الصلاة والسلام. والمسلمون يعترفون بإبراهيم قطعا ويعترفون بكل الأنبياء. فإذن كيبقى نقطة الالتقاء بين الجميع إبراهيم عليه الصلاة والسلام صاحب الحنيفية السمحة. وتبين فعلا أن الله جل وعلا جدد دين إبراهيم بدين محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يرتض لهذه الأمة اسما غير اسم المسلمين الذي أوحى به الله لإبراهيم، هو سماكم المسلمين. وكان ديننا هو دين الحنيفية السمحة التي هي دين إبراهيم، واسمنا المسلمون الذي هو اسم إبراهيم الأول وجميع الذين اتبعوا إبراهيم. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذن هنالك أساس عظيم سنبدأ في البحث عن خصائصه من أجل أن نصل إلى العناصر الأساسية التي بني عليها الإسلام وجدد عليها وبها في عهد رسول الله سيدنا وحبيبنا سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. هذه الآيات كتقرر لنا شخصية سيدنا إبراهيم، قريب تشوفه بعينك كيفاش داير هو، ماشي في الهيئة دياله والشكل دياله، ولكن طبعا في الهيئة النفسية الخلقية. علاش ربي تعالى اتخذه خليلا؟ كيف ولما اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ لأنك لما تعرف هذه السر غادي تعرف علاش سيدنا محمد أيضا كان خليلا لله جل وعلا، وأبى عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أحدا من الخلق خليلا، كما في الصحيح لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة يعني أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، ولكن صاحبكم اتخذ الرحمن خليلا. يقول جل وعلا مخاطبا اليهود والنصارى والمسلمين وسائر أصناف البشرية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. المدرسة اللي قرأ فيها سيدنا إبراهيم هي مدرسة الابتلاء، الاختبار. نزل عليه ربي تعالى البلايا وحدة مرة وحدة، كي ينجح في الأولى ويعود ينجح في الثانية وينجح في الثالثة وينجح في الرابعة، وهكذا حتى صار من نجاح إلى نجاح وما سقط حتى شي امتحان. فلما حرز النجاح الكامل قال ربي تعالى: كن إماما للناس. هذا المعنى كن إماما، أنت تصلح للإمامة إذن، وبمثلك ينبغي أن تقتدي البشرية إلى يوم القيامة. وعندنا خيط بقي شد به في سيدنا إبراهيم، ليس بمجرد الإيمان وحسب، ولكن يعني بطبيعة الدين ديالنا، ولأمر ما مازال هذه الأمة تصلي على سيدنا إبراهيم كما تصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وما الصلاة الإبراهيمية عنا ببعيد. الصلاة الإبراهيمية اللي سيدنا محمد حض هذه الأمة عليها شيء عجيب جدا. ما قال اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا موسى ولا على سيدنا عيسى ولا على سيدنا يونس، مع أن الصلاة والسلام يعني شيء يجب أن نتأدب به عند ذكر جميع الأنبياء، ولكن خص إبراهيم بالذكر إلى جانب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الإمامة إذن شيء خاص، الأنبياء أئمة كلهم، لكن كان واحد نوع ديال الإمامة وهو الذي يستجمع كل الخصائص العبدية، يعني ذاك عبد الله الكامل الكامل الذي جمع كل خصائص العبدية اللي خصها تكون في عبد الله اجتمعت في إبراهيم. ولذلك قال إن إبراهيم كان أمة، هو وحده أمة،
والأمة هو الشيء الذي اجتمع. ولذلك يعني كيقولوا أم الرأس، يعني المخ ديالو ولا الدماغ ديالو ضربه على أم رأسه، يعني المنطقة الحساسة التي إذا أتلفت أتلف البدن كله. فسيدنا إبراهيم كان أمة جامع، إنسان جامع، إنسان كامل، وقد كامل من الرجال كثير، لكن كمال سيدنا إبراهيم كان متميزا. من خصائص كماله عليه الصلاة والسلام أنه يعني جاء بتمام العمل. يعني ما الأمثلة المادية الاجتماعية ديالنا المعاصرة؟ يعني بعض المعاهد وبعض الكليات المتخصصة الراقية الآن كيدخلوا لها الناس طلبة، يعني التلاميذ، ماشي اللي ناجحين، لا، اللي ناجحين بكمال، ماشي غير اللي عنده المعدل، مثلا المعهد الفلاني، الكلية الفلانية، يدخلوا صحاب 10 على 20، هذاك عادي موجود، كيدخلوا واحد المعدلات عالية جدا بهذو كيخدموا، يعني العباقرة عنده يعني مخايل عبقرية متميزة، ماشي عادي، كيخصو يكون ماشي عادي. قال الله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، دوز له الامتحان، وشحال امتحان عداد، لأنه قال بكلمات، ماشي بوحدة، وكلمات الله، وما أدراك ما كلمات الله. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال فأتمهن، كيجيب 20 على 20، كيجيب شيء 12 أو 14 أو 10، قل من المعدل، هذا ما كنتكلموش عليه مع سيدنا إبراهيم. فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، ويؤخذ منه فقه عظيم ولكنه أيضا رهيب. هذا الفقه أن إمام الناس، بالمعنى اللي نقوله إمام الناس بالمعنى القرآني، يعني إمام الناس الذي يقتدى به، القيادي في المجتمع، خصو يكون من الكمل، فإن لم يكن فلا إمامة له، لا إمامة له بالمعنى اللي كنتكلموا عليه. وإلا فقد تكون الإمامة ولكن كتكون منقوصة، تكون منقوصة. ولذلك تأثير يعني العالم بنقصه يكون دائما عمله ناقصا. وإنما الذين يحركون التاريخ ويغيرون مجرى التاريخ من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين إنما هم الكمل، جمع كامل. في الحديث الصحيح: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4. وذكر عليه الصلاة والسلام آسية امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. والرجال كثير عبر التاريخ كانوا الكمل. فنقلبوا على هذه الخصائص ديال الكمال، ضروري نعرفوها باش كديرها، هي السقف اللي خصك تخدم عليه. صحيح أنه الإنسان يجري ويقدر ما يوصلش، وهي نعمة من الله عز وجل، لكن ملي كدير السقف اللي كتسعى له عالي كتكون الخدمة ديالك عالية. يعني كما معروف في الرياضة هذاك الحاجز، سميه البارير، يعني هذاك الحاجز الرياضي اللي يقفزوا عليه، إلا درته بسيط، أولا كيدوزوه واحد العدد ديال الناس، وثانيين كيمكن تكون عندك قدرات مجهدة عليه، ولكن لأن العمود نازل ما كتعطيش جهدك كامل. فربي تعالى أعطى لنا واحد الأمثلة ومقاييس عالية وصعيبة، حقيقة صعيبة، وقال لك نقص باش تدير جهدك كامل. وأنا إذن الله جل وعلا يعذرك فيما لم تستطع. ولهذا قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ماشي صاحب عمل حسن، لا، أحسن صيغة تفضيل، وتفضيل مطلق غير مقيد، لأنه قال ما قالش أحسن من فلان، لا، أحسن عمل. ولهذا حينما يقرأ العبد هذه الآية يدرك السر في إمامة إبراهيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هذه نتيجة، نتيجة هي قال إني جاعلك للناس إماما. وقد بينا أن اسم الفاعل في سياق الضمير كيعطي المستقبل، إني جاعل في الأرض خليفة، غادي ندير في الأرض خليفة، مازال ما داروش. إني خالق بشرا، أي سأخلق هذا البشر. فسقطت في الحديث كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، أي سيخلقها ولم يخلقها أنا إذن بعده. إني جاعلك، والجعل في القرآن له سر عظيم. الجعل في القرآن فيه دلالة التوظيف، كي خلق الله تعالى واحد الخليقة، أرض، كوكب، نجمة، يعني أي شيء، إنسان، فيجعله من بعد أن يخلقه. الجعل التوظيف: إني جاعلك للناس إماما.
صحيح أنت راك عبد الآن ديالي، ولكن نظرا لأنك عبد المتميز سألحقك بوظيفة، هذه الوظيفة أنت أم الناس، ليس في صلاتهم وحسب، ولكن في نظامهم العمراني، يعني نظام الحياة، نظام الحضارة، نظام الإنسانية في مجالها السياسي والاقتصادي والسلوكي والاجتماعي، وجمع كل ذلك في قبلة واحدة هي تفريد الله جل وعلا بالعبادة. ليس أحد أقدر منك يا إبراهيم في أن يكون إماما للناس، وشيء عجيب، قال إني جاعلك للناس إماما. ولهذا السر قلت باقي عندنا الصلة بسيدنا إبراهيم، لم تنقطع ولن تنقطع إلى يوم القيامة، فإنما نحن مجددون لدينه بقرآننا وبكتابنا، وما زالت له صلة كبيرة بهذه الأمة. هو سماكم المسلمين، المصطلح ديالو باش رحنا عايشين، باللفظ ديالو باش رحنا مصنفين في التاريخ. حقيقة الله جل وعلا ابتلاه، ابتلاه بالكواكب، كل مرة يبين له كوكب هذا ربي هذا ربي، ولكن إبراهيم الله عز وجل أعطاه واحد الفطرة نقدية عالية، يعني بمجرد ما يأفل فلما أفل قال لا أحب الآفلين، أنا ما عندي ما ندير بواحد الإله كيغيب كيمشي في حاله يدوب. فإذن لما بدا له أن هذه المظاهر ليست بآلهة حقيقية بدأ يبحث عن الحق مباشرة، فأنا إذن تجلى له ربه بالوحي لما لقاه نجح في الامتحان. ويقدر واحد الإنسان يشوف الشمس ويسمر عليها من اللي تغيب ويقول غدا تطلع والسلام، كالذين عاكفوا على عبادة الشمس في اليمن من مملكة سبأ القديمة، أو عبادة النجوم والكواكب من الصابئة، أو غير هؤلاء وأولئك ممن عبدوا الأحجار والأوثان. إبراهيم كانت عنده عقلية نقدية، لا يستقر على شيء لا يقنع قلبه وعقله ووجدانه، وهذا نموذج البشرية الكامل. العقل هي اللي ما كتورتش يعني أي شيء تقبله، كل ما يأتي من السلف السابق نخضعه لميزان النقدي، على ميزان الشرعي وعلى ميزان العقل، على ميزان الحقيقة. فلذلك كان إبراهيم لا يثبت على شيء من الباطل إطلاقا إلا لينتقل، وحركته مع الباطل وتجربته في الباطل كانت تجربة، تجربة بالمعنى اللغوي للكلمة وبالمعنى العلمي المعاصر للكلمة. لما ما كتنجح شيء تجربة صافي كيفضي وكيقول ما كنت شيء على الحق، سأبحث عن الحق. وهذه صفة عالية جدا، من يستطيع منا أن يعقد العقدة وينقضها؟ احنا ما كنرضاوش، كتقول الكلمه ما كترضاش ترجع فيها واخا راك غلط. فمن كمال المرء، من كمال المرء ان يرجع عن الخطا وله الذي ابرم عقده. وهذه صفه خليليه، صفه ابراهيميه، صفه حنيفيه، ولذلك كانت من اعلى الصفات في الدين التوبه، والتوبه اقرار بالذنب وقطيعه مع الماضي ورجوع الى جاده الصواب. وهذا الأمر تحلى به إبراهيم كأعلى ما يتحلى به الإنسان عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلوات والتسليم. هذا ابتلاء من الابتلاءات التي تعرض لها إبراهيم، ابتلي بعد بالإلقاء في النار، ترجع على دين كلا نحرقوك، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، وبنوا له بنيان يعني واحد الفران كبير وحماوها بالحطب، حماوه بحيث إذا ألقي فيه الإنسان يعني ما يلبث إلا ثوان حتى يصير رمادا يذوب، وما عندوش هو أخبار بالله راه سينجيه ربه أو تحدث معجزة أو مكرمة، ما عندوش خبر، عنده خبر واحد أن الذي عليه هو الحق، وأن رب العالمين هو المهيمن على الكون، وأن هؤلاء على الباطل، وأنهم الآن سيحرقوه، هذا عنده اليقين به. حتى جاء أمر الله، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ونجح في الامتحان. لأنه فوقش نجح في الامتحان حتى تدخل في التجربة، يعني فعلا رماه في النار ورأى نفسه يقذف في النار، شي سهلة يعني كيشوف النهاية بأم عينيه، ثم تأتي بعد ذلك المعجزة بالفرج. ابتلاء ماشي سهل نهائيا، طريقة بشعة في القتل والانتقام بشعة. وابتلاه الله جل وعلا بذبح ولده إبراهيم إسماعيل عفوا، وهذا من صعوبة بمكان، يعني أن تؤمر بذبح فلذة كبدك وفي عمر من الشيخوخة، عمر من الشيخوخة
لأنه أصلا ما ولد وقد كان رجلا عقيما وزوجه كانت عقيما كما بينا قبل، ما ولد إلا في سن متأخرة إسحاق وإسماعيل. ثم تعلق قلبه بابنه الأصغر إسماعيل أيما تعلق، وقال له ربي هذا اللي بغيت ضحي لي به، شيء رهيب جدا. وقرر فعلا أن يذبح. شوف التجربة، ابتلى، امتحان، كيدخل الامتحان، ماشي التمثيل وماشي اللعب، ويمضي الجنوي فعلا. فلما أسلم وتله للجبين طيحوا على وجهه على جبينه في الأرض، كما قال مفسرون باش يدوز للموس على القفا ما قدرش يشوف فيه. أنا إذن نزلت النجاة ونزل الغفران ونزل النجاح ديال 20/20، فأتمهن. ماشي سهل باش إنسان يكون إمام على مستوى النبوة وعلى مستوى اتباع النبوة. حقيقة الإنسان يحقر نفسه أمام هذه النماذج يعني الرهيبة. لو كما شي سيدنا إبراهيم كان بنادم غنقولوا هذا مستوى الملائكة، ماشي مستوى ديال بنادم. وابتلاه الله بأمر آخر، كان قبل الذبح، مرحلة قبل الذبح، الهجرة. والهجرة يعني كاع الناس كيهاجروا، والهجرة صعيبة، تغرب وتخرج من بلادك وأوطانك صعيبة، ولكن هجرة غريبة جدا. ربي صيفطو للخلا، قال له سكن تما وسكن لي ولادك في الخلا، تعمر منطقة ليس فيها أدنى عنصر من عناصر الحياة، بواد غير ذي زرع. هنالك أمر بأن يسكن من ذريتي، يعني يحط امرأة صغيرة في السن، وهاجر ماشي سارة، لأن سارة كانت أكبر بكثير، وهاجر امرأة صغيرة وعندها طفل صغير رضيع، ويحطهم في منطقة لم تكن مسكونة قط في التاريخ، مكة، وادي مكة، يعني أول من سيعمره إسماعيل، هو اللي غادي يعمره، وهو جد العرب، ولم يكن عربيا، والسمية ديالو مش عربية، إسماعيل اسم عجمي، ولذلك فهو ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة، وهو غادي غير يتعلم العربية من مرته، لأنه تزوج عربية وساهر العرب فولد العرب، من ثم عاد تكون العرب، ومن نسله سيكون سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يعني تمشي وتدي ولد صغير مع مرأة يعني في سن صغير وترميهم في الخلاء، ومنطقة الشمس ديالها يعني كالمسامير حينما تنغرز في الجسد، لا ظل ولا ماء ولا شجر ولا طير ولا شيء، يعني شيء عجيب جدا. ويستجيب، لأن الله قال له اديهم من تما، راه وديهم تما. ويزور المنطقة من حين لآخر ليبني البيت بعدما كبر إسماعيل وصار يافعا، ولا شاب، مرحلة الشباب الأولى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، كلمة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، لأن ما هي أمثلة ذكرت، والله تعالى جعلها منكرة. ومن فوائد التنكير في العربية أنه كما يفيد التقليل حينا يفيد التعظيم حينا آخر. إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. هذا سحرة فرعون يقولوا هل فرعون واش إلى غلبنا موسى بالسحر ديالنا أتخلصنا مزيان؟ إن لنا لأجرا، نكروا والتنكير للتعظيم والتهويل. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، تنكير التعظيم أن جاء بها الفتح. ولذلك أيضا هذه الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم كانت عظيمة، فلما نجح على أعلى ما يكون النجاح، على أكمل ما يكون النجاح، جعله الله جل وعلا للناس إمام فأتمهن. قال إني، يعني فيها معنى، ولأنه أتمهن جازاه ربه بأن قال له إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. وفي هذا كما يقول الإمام الطبري في هذا التفسير رحمه الله جوابين. الأول أن هذا الدين هذا ماشي عنصري، يعني ماشي غير لأنهم أولادك خصهم يورثوا، فأبدا. إنما يرث الخير الخيرون، وإنما يرث الفضل الصالحون. ثم جواب له بأن استجاب لدعوته، راه ماشي قال له لا ما نعطيش للذرية ديالك، لا، أيضا هذا الجواب الثاني المضمن في هذه الآية، سأجعل من أبنائك أيضا أئمة ولكن فقط الصالحون منهم.
قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين، بمفهوم المخالفة سينال عهدي الصالحون أو سينال عهدي الصالحين أيضا، لا بغي الدير يعني العهد هو الفاعل كما تريد وكل ذلك حسن. قال لا ينال عهدي الظالمين. ومن ها هنا إذن سيكون من أبناء إبراهيم صالح وطالح، عدل وظالم، والله جل وعلا لن يحابي أحدا بجنسه ولا بلقبه ولا بنسله، وإنما العبرة بالامتحان اللي داز فيه سيدنا إبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وهذه الإمامة تكون في الفرض وفي الأمة، إذا نجحت في الامتحان. هذه من سنن الله المستمرة في الخلق، وهذا مما يدل فعلا أن هذه الأمة لم تنجح في ابتلائها. ابتلينا الله بهذا الدين وكلمات الله التي أنزل على رسوله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ابتلينا بها، ما نقولوش ما أتممناها، مع الأسف لم ننجح ولا حتى مجرد النجاح فيها. إذن لن تكون فينا إمامة، الإمامة العالمية، الشهادة العالمية، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الشهادة التي افتقدها المسلمون لأنهم خسروا الامتحان. والابتلاء والاختبار مستمر، يعني من رحمة الله بالإنسان وبهذه الأمة أن باب الامتحان مفتوح إلى يوم القيامة، ما لم يغرغر العبد وما لم تطلع الشمس من مغربها. يعني من الأشياء اللطيفة في امتحان رب العالمين أن يمكن لك تعود الدورة الثانية والثالثة والرابعة، ما حدك حي تعيد الامتحان نهار تنجح. اعلم أنا إذن أن نجاح الفرد هذا على مستوى الديني الفردي، يعني طبقوا على الفرد وطبقوا على الأمة، لما تلقى راسك راك شديت الدين مزيان عرب الله ديك أمارة وتسنى ديك الساعة إني جاعلك للناس إماما، لما توجد نفسك استقمت على منهج الله جل وعلا اعلم أنه ستستقيم أمورك كلها آنئذ. حين تجد الخلل، أنا عارف رأسي الخلل فيا في النقطة الفلانية والخطأ فيا في النقطة الفلانية والضعف فيا في النقطة الفلانية، فكيف تريد أن يستقيم أمرك؟ كيف تستقيم زوجتك؟ كيف يستقيم أبناؤك؟ كيف تستقيم وظيفتك؟ راهي لو كنت غادي والحيط ضربك لجبهتك فلا يكون ذلك إلا من فشلك في امتحانك مع ربك. الذي رآه فقد رآه، والذي عمي عنه فقد عمي عنه. أحد الصالحين من السلف الصالح كان كيعرف يعني الصلاح دياله من الانحراف دياله من الدب دياله، لما كانت وسائل النقل والعمل هي الدواب، كيمشي مثلا الناقة دياله ولا البغلة دياله إلى شدها واستسلمت وتذللت وانقادت علم أنه على حال طيب، وإلى شاف الدب دياله كتنفر منه وكتبغي تركل وتبغي تنطح أو تعض كعرب الله ورا ما نزينش مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله إنما سخر المسخرات تكريما للإنسان. وإذا صار الإنسان أقرب إلى البهائم لا يستحق التكريم آنئذ، بل تفضله البهائم تولي يحسن منه، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وبكى أحد الربانيين حينما سمع هديل حمام أو يمام قبل الفجر، يعني ضربته الفقاء وسمع الطير سابقه، كيقول أنا كنقول كنعبد الله يعني، وهذا الطير قد سبقني، لقد هتفت في جنح ليل حمامة على فنن وهنا وإني لنائم، وأزعم أني عاشق ذو صبابة لربي فلا أبكي وتبكي الحمائم، كذبت ورب البيت لو كنت عاشقا لما سبقتني بالبكاء البهائم. حقيقة فعلا، إذن هذا الابتلاء أنزل إلى الأرض والسماوات والجبال والطير والحوت وبنادم، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. حمل الأمانة إنه كان ظلما جهولا، حمل الأمانة كان على زعمي أن يكون للناس إماما، ولذلك بعض المفسرين فسر الأمانة بأنها الإمامة، أي إمامة الكون في عبادة الله، وهذا صحيح فعلا، لأننا نجد في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية الكثيرة أن سائر الكائنات تتأسى بالإنسان الصالح في عبادة الله، أحاديث كثيرة عجيبة جدا، حتى الملائكة، ولذلك أسجد الله الملائكة لآدم، والمؤذن يغفر لهم مد صوته
كما في الحديث ولا سمعه من رطبين ولا يابس إلا ذكر الله بذكرها، وكما قال عليه الصلاة والسلام ويكتب له أجر من صلى معه، يعني ذاك الشيء اللي ودنت له وسمعك وجاب سببك كيجيب لك الله الأجر دياله. قال يعني في الحديث من رطبين ويابسين، يعني الشجر والحجر في موصل الصوت ديالك، فهو يصل إلى نسم الكائن في ذلك الخلق بعلم الله وإلى الفطرة الكائن في ذلك الخلق، فيستجيب أيضا بالذكر من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني لما نقول آمين في الصلاة الملائكة كتقول آمين تهيا تصلي مع الإنسان وتأتم بهذا الإنسان، لما يقول والضالين الملائكة تقول آمين كما كيقولها البشر. من وافق تأمينه تأمين الملائكة، كاين الرواية الأخرى تأمين الإمام، وصحيح أيضا تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا كثير، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويلتقون في صلاة العصر والفجر، وفي رواية غير الفجر، وكلها صحيح، بمعنى أنه الإنسان في حركته التعبدية ما غاديش وحده، غادي متبع معه جر معه، يعني الكائنات اليابسة والخضراء وكل عاقل. ومن قال إن الإنسان وحده عاقل فلا يعرف الدين ولا يعرف الكون ولا يعرف الطبيعة، ومن قال إن الإنسان وحده ناطق فلا يعرف الطبيعة، وإنما يحكم بجزء ما علم، جزء ما علم، ذلك مبلغهم من العلم. والقرآن واضح جدا في أن الكائنات كلها، كل الكائنات لها كلامها ولها عقلها، عندها وعي إدراكي بطبيعة وبشكل الله أعلم به. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، كثير كثير كثير. قالتا أتينا طائعين السماوات والأرض، يعني القرآن كله كيتكلم على الكون الجامد اللي كنسميه احنا الجامد والمتحرك النبات كل شيء، على أنها كائنات واعية حية غير ميتة. فالإنسان إذن المؤهل للإمامة هو الإنسان الصالح، وكل واحد كتكون عنده إمامة معينة على قدر صلاحه، كالإمامة الكاملة ديال الأنبياء والتي بعدها للصديقين ثم التي بعدها للصالحين ثم التي بعدها التي بعدها، حتى يكون الإنسان إماما في بيته وأسرته. وبهذا المعنى يحمل حديث كلكم راع، الراعي هو الإمام وكل مسؤول عن رعيته. فاللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتقين، واغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أجمعين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.